السلام عليكم اخوان. اليوم راح اعلمكم على طريقة التقيس الصناعي. اخوان التقيس الصناعي يسموه يعني العصر باليد. اخوان العصر اللي باليد انت مو تجي سنتش تشيلها من حوض تقعد تعصرها بيدك، لا هذا الموضوع غلط، لان ما يطلع بيض عندك، مستحيل. اذا مو النفية تكون جاهزة بهاي الطريقة، يعني النفية هسه قاعدة تتحفز من الذكور، يلا تنفتح المخرج مالت البيوض، المخرج من تجي تعصرها ما يطلع بيض، لو تحاول بيها للصبح الا يحفزها الذكر بهاي الطريقة، يلا انت تجي تشيلها تاخذها. هسه راح اشوفكم الطريقة مالتها.